لكن الشيطان صرفهم عن الدين الحق، فجعلهم يخالفون سنن الله وشرائعه وأحكامه، وينحرفون عما تقتضيه العقول السليمة والفطر الكريمة. ومن أمثلة ذلك أن الله تعالى الذي خلق البشر وجعلهم صنفين ذكرًا وأنثى قد قرر فقال: وليس الذكر كالأنثى، ففرق بينهما وهو الأعلم بالحكم والمصالح سبحانه، وجعل لكل منهما خصائصه وسماته. ثم يأتي من يخالف فطرته ويعاند أمره، فيسعى في تغيير جنسه الطبيعي بأن يتحول الرجل إلى امرأة، وتتحول المرأة إلى رجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن فيما دون ذلك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. كما أن الله تعالى جعل الزواج الإنساني بين الرجل والمرأة شريعة كونية، لكن الشيطان يعمد إلى أن يتعدى العبد حدود الله ويرتكب ما تنفر منه الطباع السليمة، حتى بلغ الحال بأولياء الشيطان أن يتداعوا لطمس الفطرة وإفساد الخلقة بفرض قوانين لتشريع زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والتزاوج مع الحيوانات والتحريض على الانحراف الجنسي والشذوذ وكل أنواع الإباحية، وجعلوه تطوراً وحضارة، واتخذوا موقفاً عدائياً ممن أنكر ذلك، وعدوه متخلفاً متطرفاً. فانظروا كيف ارتكست فطرهم واختلت مفاهيمهم، فحاربوا الطهر والفضيلة، وعاقروا الفجور والرذيلة، وبلغوا الغاية في الانحطاط الأخلاقي والانهيار القيمي والهبوط إلى الدرك البهيمي، حتى فاقوا ما كان عليه قوم لوط الذين أتوا الفاحشة التي لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيرهم، فعاجلهم الله عز وجل